هي عادة لا غنى عنها تقوم بها تهاني في شهر رمضان الفضيل، ففيما يشبه الاحتفال تأتي إلى هذا المحل التجاري سنوياً لشراء احتياجاتها من يميش رمضان، رغم كونها تمثل أعباء إضافية تضاف إلى ميزانيتها الشهرية بعد غلاء الأسعار. مش عارفة اشتري الحاجة، الأسعار غالية خالص، والحاجة اللي هي رخيصة زبالة، مش نظيفة ان انا اخدها، ما اعرفش ان انا استعملها اصلا في البيت، وما تنفعش الناس الغلابة كمان، لانها اصلا يعني بلح ب 8 جنيه وب 10 جنيه مش حلو، تلف حول نفسها مش عارفة من الأسعار الغالية، وما والفلوس اللي يعني الدخل بتاع جوزها بيبقى مش عارفة ان هي هتجيب بيه تمشي بيه ازاي. شكوى تهاني امتدت للتجار الذين شهدت محالهم كسادا في حركة البيع والشراء، فصنبل الذي يبيع اليميش منذ 10 أعوام وصف الزيادة في الأسعار بأنها الأكبر خلال السنوات القليلة الماضية. بالنسبة لزيادة الأسعار يعتبر وصلت حوالي 80% ارتفاع في الأسعار. بالنسبة بقى للإقبال مفيش إقبال، الناس بتخش دلوقتي مش عارفة تشتري إيه، السعر مولع، وفي ناس أساسيين في السوق هم اللي بيحتكروا السوق اللي هم بتوع البلح، الناس دي بتتفق مع بعضيها تعلية الأسعار على الزبون، تبص الأسعار بتعلى على الزبون، أخد البلح بعشرة فهمني أبيع بـ30، فطبعا السوق بيشح في وقت ما فيش ضغط. يحاول سنبل وغيره من التجار تفادي تلك الزيادة بتوفير أنواع مختلفة من اليميش وبأسعار تناسب مختلف الطبقات الاجتماعية التي عزفت معظمها عن شراء المكسرات واكتفت بشراء قليل من البلح والزبيب وقمر الدين. محمد محي الدين، اليوم على الحرة، القاهرة.